أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم ضيفتنا الجميلة والمميزة مدام أماني، صاحبة منى مور بيوتي سالون. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك، نورتينا ببرنامج. يا أهلين. بداية بدنا نتعرف شوي عنك وعن بداياتك مع البزنس مع الصالون بشكل عام. بشكل عام. أنا اسمي أماني أسعد، سوريتي الجنسية، مقيمة في الإمارات من 10 سنوات. طبعاً بداية بزنس لإلي هو كان في العقارات، مستمرة في العقارات، أنا مستشارة عقارية. بيوتي سالون هو أحد ماي هوبيز، فيك تقول اللي المشروع صار لي 4 سنوات عم بدرسه تمام، وأخيراً أخذت القرار إني جو أهيد فيه. ما شاء الله. مدام أماني، شو الخدمات اللي بتقدموها جوا الصالون؟ هلا نحن عندنا كافة الخدمات، من هير سكشن للنيل سكشن للبروتين للشعر للميك اب. في عندك يعني أي شيء بتعلق جمال المرأة، لنظهر جمالها، لأنه يعني أنت بتعرف الجمال مش بس يكون ظاهري، لازم يكون داخلي، فنحن بنهتم كتير في التفاصيل. فعندنا كل أنواع اللي بتخدم المرأة من ناحية الجمال. طب ممكن تحكينا المزيد تفاصيل عن الخدمات وكيف تميز صالونكم بتقديم هاي الخدمات؟ تميز من ناحية الكواليتي. الكواليتي هي اللي أنت كيف تخدم الزبون عندك، كواليتي في المنتجات، كواليتي في السيرفس نفسها اللي بتقدمها، في الفايبس تاع المكان، بالفريندلي، بالاستقبال، باي شيء، انه انت بتدخل الزبون تكون يعني فلكسبل ومرتاحه واخذه راحتها. هي جاي ترتاح اساسا، لتبرز جمالها لازم تكون هي مرتاحه. جميل جدا. مدام اماني، ممكن تحكي لنا شوي عن الرؤيه المستقبليه والخطط للصالون؟ ان شاء الله الرؤيه المستقبليه هي فتح فروع ثانيه بعده امارات، من الامارات يعني نحن البلد اللي نحن عايشين فيها. ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق يا رب. مدام اماني، من خلال خبرتك الطويله في الامارات في مجال العقارات مثل ما ذكرتي، وحاليا اصبحت احد رواد الاعمال، شو نصيحتك لبقيه المستثمرين اللي عندهم اهتمام يفتحوا بزنس او يقدموا عمل داخل الامارات؟ لازم ضروري ياخذوا القرار ويبلشوا انه يفتحوا اي نوع بزنس، خاصه نحن في بلد تستقطب هذا الشيء وبتساعدك وبتعطيك تسهيلات كامله. ما حدا يتردد، لازم يفتح بزنس يشوف هو بشو ناجح، شو هو الفيلز تبعه، وين رايح، يفتح بزنس. وفي تسهيلات كثيرة إن كان دولة الإمارات فتحت لها جميع الأصعدة. أخيرا مدام أماني، بدنا نعرف وين مكان الصالون، كيف ممكن يتواصلوا المشاهدين مع الصالون؟ هلا بالنسبة لللوكيشن، اللوكيشن عندنا في إمارة الشارقة مقابل بحر الممزل في الشارقة، اللي هو قريب من أكسبو تاع الشارقة. وسائل التواصل الاجتماعي عندنا موجودين الحمد لله، كل وسائل التواصل الاجتماعي، كان انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والأرقام موجودة عندكم صارت. شكرا جزيلا مدام أماني، نورتينا اليوم. اهلا وسهلا فيكم يا اهلين. انا في نهايه الحديث حابه اتوجه بالشكر لكم قناه اي بي سي وكل التوفيق والدعم والنجاح الكبير، بشكر جهودكم وبشكر دوله الامارات اللي اعطتني واعطتكم واعطت اي حدا الفرصه لنكبر ونصير نستثمر في هالبلد وننطلق فيها. شكرا كثير لكم. شكرا لك مدام أماني. اهلا وسهلا فيكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.